محمد من سوريا بمواجهة مصطفى يخمور من لبنان. مصطفى يخمور من لبنان عم يدخل كمان على موسيقته الخاصة. في حماس واضح، الشباب مركزين 100%، كلها على موسيقى الراب والان بي، عملية دخول الشباب. سيلفيو كمان بتختار موسيقى الراب والار ام بي تفوت على الكيج. انا صراحه الموسيقى اللي فوت عليها فوت عليها جاي اشقر، جاي عكش سوري، كانت بي تاتش كانت بي موف، هي اللي غنيت عادة. بتقول الغنيه اللي انا فوت عليها بتقول God's in my corner you will not win because I will not lose. حلوة كلماته والحان. تعرف لأنه بلبنان دائما مسكوا بغنية كلمات من الحاتين دائما بنتبهوا دائما على كلمة. الشجاعة لمصطفى، عم نشوف الكوتشيه تبعه بلشوا يركزوا تبلش الفايت. اللاعب اللبناني بالثياب السوداء، اللاعب اللبناني بالشورت الاسود، اللاعب السوري اللاعب السوري اكيد بالشورت الابيض. مصطفى يخمور، يلا يا مصطفى. اكيد حذر مثل ما عم نشوف دائما، حذر دائما عم بيهزوا هالوزن، دائما بتلاقيه اسرع من غير اوزان، بيهزوا كثير باجريهم، بيهزوا كثير ايديهم. حلوة كتير من مصطفى. عم نشوف كيك مع ما لهم عازل الكيكس. مصطفى كتير ثابت. اهلوا لمصطفى عم يتابعوه، عم بيصوروا الفايت، تصور هيدي ولدته او اخته ما بعرف. يعني مصطفى عم يفرجينا فاول سلام كتير حلوة، عمل غلطة، منا شيء منا شيء منا شيء، رجع من ريكفري. حلو كثير هالكيك لو صابوا فيها. مزبوط. عم بحاول يثبته هون بس اللاعب السوري عم يجرب ياخذ له ايده بس ما راح يقدر، بعتقد شايف عنا كثير صعبه. عم بقول له الكوتش تبعه يتركه ويرجع لورا لانه ما راح يقدر يعمل شيء معه، بس مصر 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 عم يجرب ياخذ له اجره. مصر مصطفى بس بفضل ما يعمل هالغلطه. انا لا 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 رجع نزل عليه مع انه قال له الكوتش تبعه اتركه وقوم. هلا اخذ له اجره، اخذ له اجره.
عم يجرب يكسر له اجره هلا. اخذ له اجره عم اثنيناتهم اخذوا اجرين بعضهم. هلا بدنا نشوفوا مين راح يقدر يسيطر على الاجر اكثر من الثاني، مين راح يقدر يكسر اجر الثاني. بس بعتقد ولا واحد عنده البوزيشن المضبوطه. هون بعتقد الحكم رح يرجع يوقفهم بعد شوي تقلهم يرجعوا يلعبوا فايت لانه ما حدا عم يعمل شيء. عم يقول له اتركه قوم عنه. هلا المفروض الحكم يوقفهم ويرجع يوقفهم تيلعبوا. عم بيقول لهم ورك ورك، اذا ما حدا عم يشتغل بيرجع بيوقفهم. مثل ما عم نشوف الافريع عم بيحكي معهم عم بيقول لهم ورك ورك، ما حدا عم يشتغل بعده. رح يوقفهم مثل ما كنت عم بقول لك. بيقوموا بيرجعوا يبلشوا. بس شغل ايديك عم بيقول له المدرب. هيئته بيكوز هيز بوكسر هيئته. نعم. بتكل اكثر على البوكس. مظبوط. كيكس. لنشوف على كل حال. بعد في 10 ثواني. 10 ثواني وبتخلص الجوله الاولى. بلش ونهاية خلص الراوند الأول. عم نشوف هلا الكوتشيه من الميلتين عم بيعطوا نصايح للفريق تبعهم. عم بيلوموا مدربه لمصطفى انه ليه ما سمعت مني لما قلت لك قوم عنه اتركه على الارض. عم بيقول له مش عم تسمعني، وهيدي شيء شغله كثير مهمه تقدر تسمع الكوتش تبعك. يعني انا وقتها كنت العب كان الكوتش تبعي لي ريس لعبني كانه على بلاي ستيشن، شو ما يقول لي نفذ، شو ما يقول لي نفذ من دون ما افكر. كثير الثقه بالكوتش كثير مهمه. نعم. وانا عم تشوف كمان اعاده على الليج لوك هون، بس اللي ما ركبت كانت مبينه من الاول ما انها راكبه مضبوط. صحيح. وهون كيف رجع اخذ الادفانتج اللاعب السوري من بعد نوعا ما وثبتوا اجرين بعض. بلشت الجولة الثانية. فرونت كيك حلوة كثير. لقط له اجره. لقط له اجره رجع عمل له كيك. نعم. كيك ثاني. يعني واو. على وشه. هيدي مأذية كثير. على عينه. هيدي مأذية كثير. وكمان بتابع عليه هون مصطفى. بكمل عليه هون مصطفى، إذا كمل بهالأداء بيربح الفايت. لازم يجرب. على راسه. بعد عم بيقول له تابع تابع مدربه. كمان كمان لكمات ورا بعضها بحاول اللاعب السوري بعده هون للاعب اللبناني عنه. متضايق فعلا. اصابه مأزية كانت. وقف الفايت وقف الفايت روع عينه اللاعب الثاني. واه اكيد فرحه كبيره. مبروك لمصطفى. هيدي الجاب اللي هي كانت اذيته كثير. كانت الضربة على عينه. عم بيحاول يطمن على اللاعب السوري. برافو. روح رياضية كبيرة بين اللاعبين. برافو. مبروك يا بطل مصطفى يغمور. ويل دون. فرجينا لاعب ايدين كثير حلو. روح له عينه من اول ثاني جولة. بين تأذى منها كثير اللاعب. مبين سكرت عينه. مبروك اذا لمصطفى يغمور كمان انتصار لبناني جديد بهالمباريات. يعني هون عم نشوف كمان هون هيدي هي الضربه على عينه. عم نشوفه بالاعاده كمان اذيته. مزبوط. عم بيقول هون انه عم توجعني عيني. بس دائما الفايتر ما لازم يوقف وتابع هون غير ما يربح الجوله وغير ما الحكم يوقف اللعب. عم نشوف مصطفى ألف مبروك لمصطفى. فرجانا فايت حلو. فرجانا إيداع كتير حلوين. كل سلامات للاعب السوري أنس محمد. وفرحة كبيرة على الستيج على الحلبة أو الكيت بدكم إياها. نزار أكيد تسليم مصطفى الدرع الخاص للسيدر فايتنج تشامبيونشيب. هلا البطولة اللي عم تبعها من البلاتيا بساحة العلمة.
هذا التروفي، اذا مصطفى واكيد